فيتشرز الرابعة اللي هي الكول بارك. دي كانت ميكاريوتا كينا دلت، حكاريت كول بارك جديد وليكن 600. ايه الكول بارك ديت؟ قاعد على الديسك بتاعي جاي لي مكالمة واضطريت اروح لمكان تاني، عايز مكان فيه برينتر، عايز اروح لزميلي في اوضة تانية، فعايز اعمل زي بالظبط جاي من اسمها من كول بارك. ايه الكول بارك؟ بدخل العربية بتاع الجراج؟ لا، انا بدخل المكالمة ادخلها ايه الجراج بتاعها، واروح بعد كده من المكان اللي انا عايز اروحه او اللي فيه مثلا زي ما قلت لك في برينتر، في سكرين، في بي سي، في زميلي، واخد الايه المكالمة دي التاني من البارك. ده بالظبط الكونسبت بتاع الكول بارك، تمام؟ فوليكن انا بكريت الجراج بتاعي اللي هو 600 سيف. على فكرة زي ما احنا شايفين كل بارك نمبر او رينج، ممكن ناخد رينج، يعني ممكن جراج واحد او بارك واحد ياخد مكالمة واحدة او اكتر من عربية او اكتر من مكالمة، ممكن اديله رينج كده. انا خليته 600 يعني مكالمة واحدة هي اللي تخش الايه البارك، انا ما عنديش الا بارك واحد اللي هو ال 600. طيب في السوفت كي هل في الكول بارك؟ احنا واخدين الادفانس، تعالى نشوف. يعني انا اصلا جاي لي مكالمه مثلا على ال 100 في بارك. طيب لو ما كانش موجود في البارك زي سوري نقفل، لو ما كانش موجود البارك طبعا زي ما قلنا بنروح نضيفه من الايه التمبلت. زي ما احنا شايفين البارك موجود، لو مش موجود بنضيفه. خلاص احنا عرفنا السوفت كي تمبلتس تقدر تكونفيجرها ازاي وتقدر تغير فيها ازاي، تقعد فيتشرز، ترموف فيتشرز زي ما انت عايز. طيب هنجرب فيتشرز تانية بقى اللي هي البارك. انا 101 هيكلم 104 هي انسر اوكي. انا دلوقتي عايز مثلا اعمل فيديو كولز، فدوت ما بيسبورتش الفيديو، فهعمل بارك للكولز فروم بارك. وانس دوست بارك جاب لي على الشاشة كول بارك ات 600، حطيت المكالمة في الجراج بتاعها 600. هروح للتليفون التاني اللي عليه الفيديو اللي هو 102، ها دايل 600 زي ما احنا شايفين المكالمة اتنقلت دلوقتي، خدناها عملنا بارك وخدنا المكالمة تاني، عملنا فيديو كولز. بارك مفيد لو انت عايز تتنقل من، عايز تروح لمكتب فيه فيديو، عايز تروح لمكتب فيه برينتر وهكذا. بنشوف بقى فيتشرز تانية، الهانت والهانت ليست والكول هانت. هنكريت الاول الهانت جروب او لاين جروب. زي التقسيمة بتاعتنا الانجينير كده، اول لاين جروب مثلا الانجينير، زي ما قلنا الانجينير الارقام اللي في الانجينير 100 add to line group و 102. احنا على فكرة شلت البارتيشنز والسي اس اس، خليناها رجعتها ديفولت عشان كله يقدر يكلم كله، يعني ما يبقاش فيه ريستريكشن واحنا بنجرب الفيتشرز ديت. هكريت واحد تاني اللي هو التكنيشنز. المانجر 100 في لاين جروب وهانت ليست وهانت بايلوت، تمام؟ فالهانت بايلوت هتلاقي رقم وجواه الليست،
هيشوف الليست، هتلاقي الليست فيها اكتر من ايه، من لاين جروب، فهيتراي اللاين جروب الاولاني، هيخش لاين جروب الاولاني هيتراي الرقم الاولاني، طب مش موجود او انا فيبل، هيروح للرقم التاني، طب انا فيبل، هيخرج للجروب التاني، وهكذا from one to n، هيجرب الجروبات، خرج من الجروبات دي كده، لا دي في الليست الاولانية، طب ممكن تعمل ليست تانية. احنا هنا عملنا التلاتة لاين جروب، كايرو اوفيس، اوكي. طيب تعالى نقعد بقى، كريتناها قبل كده ظهرت هنا، هنخلي اول واحد التكنيشنز هم اللي يردوا على التليفون، طب بعد كده الانجينير، الجروب التالت المانجر، هنروح بعد كده بقى للهانت بايلوت، الهانت بايلوت بقى مثلا رقم 100، ساعتها يجيب الهانت ليست اللي انا كريتها اللي هي كايرو اوفيس اللي هي تحتها التكنيشن والانجينير والمانجر، اوكي، وسيف اد سكسسفل. تعالى بقى الراجل دوت، اي حد هيكلم 800 هيرنج على التكنيشنز اللي هو 103 اللي هو في اول جروب، بعد كده ما ردش، راحت الكول على اللي بعده، وهكذا قاعدة بتلف على التليفونات، بعد كده راحت للإنجينير، الإنجينير 2، بعد كده هتروح للإنجينير 1، حسب الليست هو بيلف على الليست.